أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد أن الألعاب الإلكترونية مصدر مهم للدخل القومي في الدول الكبرى، كما أكدوا أن صناعة التعهيد تعظم إيرادات الدولة من العملات الأجنبية. كنا بنتكلم على دراسة عن صناعة الألعاب الإلكترونية، قد يظن البعض أنها كلمة ألعاب إلكترونية أنها ليست بمهمة، وهذا ما قلته اليوم داخل الجلسة. من لا يظن أنها مهمة فلينظر حوله، اللي حوالينا كلهم بالأولاد، الأسرة، في المواصلات، دي حاجة. الشق الثاني الحفاظ على الهوية المصرية من خلال اللي أنا أقدر أقاوم كافة أنواع الاحتلال الفكري اللي بتجيلي عن طريق الألعاب دي. تحدثنا عن أهمية صناعة التعهيد في مصر والفرص اللي أمام الدولة المصرية إن هي تكون في مراكز متقدمة الحقيقة ما بين دول العالم في صناعة التعهيد، واللي هي ببساطة عبارة عن إن شركات أجنبية تبدأ تعتمد على المهارات المصرية وعلى الشركات المصرية في تنفيذ خدمات زي تكنولوجيا المعلومات أو مراكز الاتصال وغيره. والحقيقة وزارة الاتصالات على مدى عشرات السنين عاملة مجهود رائع جدا فيما يخص البنية التحتية التكنولوجية أو تدريب المهارات والكفاءات المطلوبة في هذا المجال، ولكن كنا محتاجين المزيد أكتر من توفير تدريبات توصل ولادنا وشبابنا إلى المستويات العالمية عشان يقدروا ينافسوا عالميا، والوقوف كمان الحقيقة على نتائج المبادرات اللي قدمتها الوزارة خلال عشرات السنين اللي فاتت. مجال تكنولوجيا المعلومات ما بيحتاجش مستلزمات إنتاج مثلا، ما بيحتاجش عملة صعبة عشان نستورد بيها منتجات من برة، لكن بيحتاج عقول مصرية مدربة، بيحتاج شباب واعي، بيحتاج دعم من الحكومة، بيحتاج معاهد تكنولوجية تقوم على تدريبات هؤلاء الشباب. تعهيد الحقيقة صناعة ممكن تكون في ناس كتير ما يعرفوش ايه هي، ما يسمعوش عنها، لكنها صناعة حقيقية بتدخل دخل قومي بعملة أجنبية، فده احنا محتاجين ان احنا نطور هذه الصناعة، لانها ببساطة ما بتكلفش الدولة شيء، يعني لا محتاج اعمل مصنع كبير، ده بأقل الامكانيات اقدر اعمل صناعة تعهيد تدخل لي دخل قومي المصنع.